بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلماذا الأمل؟ لأن الأمل علاج، لأن الأمل حياة، لأن الأمل سبب لعلاج كثير من المشكلات التي يتعرض لها الإنسان. فالجندي الذي يدافع عن دينه وعن وطنه يفعل ذلك آملا في نصر الله عز وجل. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك المريض الذي يأمل في الشفاء، قال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. وكذلك الذي يرجو الولد، يرجو الإنجاب، قال الله عز وجل على لسان سيدنا زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكذلك الأمل في عودة الغائب، وبين القرآن الكريم ذلك على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام، قال تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك الأمل في المغفرة، يقول الحق سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك الأمل في الجنة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ ويقول سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. إن الأمل يصحب الإنسان في كل حياته، في كل مشكلاته، حتى فيما يكون بين الرجل والمرأة. يقول الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا سبيل لدوام الحياة واستمرار العلاقة الزوجية. وإن المتأمل في سورة الطلاق، وهي سورة عظيمة جليلة تعالج الكثير من مشكلات الحياة التي يتعرض لها الإنسان، يجد أن الأمل في كل ما جاء في السورة، وفي كل مشكلة تطرحها السورة الكريمة تبث بعدها الأمل. يقول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ويقول جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.